غنستغل هذا المنبر ونقول نتحدث على منطقة الريف اللي أنا واحد منها. الشباب 29% عاقلة، 29% عندها آفاق مسدودة ولا كتفكر غير في الهجرة. إذن باش نديرو مصالحة حقيقية مع الريف ماذا علينا؟ ماشي نعطو لهم خطابات كأحزاب سياسية أو كحكومة، حكومة غايبة في الريف، تدخل ديال المنارة المتوسط كان بإرادة ملكية. عبد المنعم الفتاحي أمين عام الحزب العام الديمقراطي، اليوم كيخلد الشعب المغربي ذكرى ديال 20 سنة على تربوع صاحب الجلالة محمد السادس نزاره الله على عرش أسلافه المنعمي. بطبيعة الحال 20 سنة هو عقدين من الزمن، فيها منجزات، فيها مكتسبات، وفيها نواقص. فالفترة ديال 20 سنة يمكن تقسيمها في اعتقادنا إلى ما هو جانب حقوقي، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي، جانب سياسي ودبلوماسي. محمد السادس نصره الله قطع مع الفترة السابقة من حكم، وذلك بإجرائه مصالحة وطنية مع المعتقلين، مع الفئات التي تضررت سابقا من الحكم. فكانت فكرة هيئة الإنصاف والمصالحة التي عملت على جبر الضرر الجماعي وجبر الضرر الفردي. ومن هنا كانت زيارات أولى للملك لمناطق كانت محتاجة جدا لهذه الزيارة، خاصة مناطق الريف، الحسيمة، الناظور، التي كانت يعني تفتخر وتعتز بهذه الزيارات باعتبار أنه كان كلما أتى وكلما أتت معه مشاريع تنموية. كذلك كانت هناك منجزات على مستوى الدستوري، فالجهوية الموسعة التي جاء بها الدستور 2011 يعني أعطت نفسا ديمقراطيا للممارسة السياسية. فالجهات أصبحت بمثابة حكومات صغرى، رغم أنه ما زالت يعني الجهوية لم تنزل بالشكل المطلوب، إلا أن أشواطا تم قطعها في هذا المجال. كذلك تم على المستوى الدستوري دائما تم تركيز استقلال القضاء، فالقضاء أصبح فعلا سلطة مستقلة عن كافة السلطة. استقلت المحكمة، استقلت النيابة العامة، حيث أصبحت رئاسة النيابة العامة لا تخضع لسلطة وزير العام. كذلك هناك العمل على المستوى الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي سيدنا الله ينصره جاء بفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهدف منها هو محاربة الهشاشة، دعم الفئات الصغرى، خلق مشاريع مندمجة لهذه الفئات. طبعا نحن حاليا بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار يعني المرحلة الثالثة التي انتقلت من الدعم إلى خلق فرص الشغل. كذلك كانت هناك مشاريع كبرى، ميناء غرب المتوسط، ميناء طنجة المتوسط، القطار السريع، طريق السيار، كل هذه المشاريع يعني كانت مشاريع كبرى تحققت بفضل الإرادة الملكية السامية. على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الدبلوماسي سيدنا الله ينصرو رجع للبيت ديالو اللي هي افريقيا. ثم العودة إلى افريقيا، سياسة المقعد الفاعل
التي كانت سياسة سلبية لأنها أعطت الفرصة لأعداء الوحدة الترابية لملء الفراغ الذي تركه انسحاب المغرب من أفريقيا. ففلسفة ديال السيدنا أنه المغرب بلد أفريقي مغاربي عربي قريب إلى أوروبا، لا يعقل أن هذا البلد اللي عنده هاد الشروط كله ما يرجعش للبيت ديالو اللي هي أفريقيا. العودة ديال البيت ديال سيدنا البيت ديالو أفريقيا، أولا على المستوى السياسي ربحنا أنه تم تقزيم العمل ديال البوليزاريو والداعمين ديالو، وواحد العدد ديال الدول اللي سحبت الاعتراف ديالها من هاد الصنعة، وفي نفس الوقت تم فتح أسواق للمغرب في أفريقيا اللي غتعود بالنفع الاقتصادي لا على الأفارقة ولا على المغرب في إطار يعني ديال السياسة ديال رابح. هنا هادو مشاريع كبرى فتحها جلالة الملك بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى خاصة على مستوى هيئة تكافؤ الفرص، ربط المحاسبة المسؤولية بالمحاسبة، الدعم ديال المرأة وأعطيها أعطاها واحد الكوتا في على المستوى السياسي، مشاريع كثيرة يعني لا يمكن إيجازها أو الحديث عنها في فترة وجيزة. في نفس الوقت الخطاب ديال الأمس، خطاب ديال الأمس ديال سيدنا كان يتحدث الملك المواطن، فالملك المواطن نحس من خلال كلامه أن هذا الملك قريب من شعبه، رغم هذه المجازات يقول بأنه غير مرتاح كامل الارتياح، لأنه على المستوى الاجتماعي ما زالت هناك طبقات فقيرة، ما زالت هناك طبقات هشة، هناك مشاكل على مستوى التعليم، هناك مشاكل على مستوى الصحة. إذا بمعنى أنه الملك نصر الله لاحظ على أن النموذج النووي الذي كانت البلاد سائرة فيه فيه نواقص، فيه نواقص من الضرورة أنه مراجعتها أو تجديد هذا الفكر. في الممارسة السياسية في دول ديال أفريقيا أو الدول العربية ما كنلقاوش رئيس دولة يقول بأن هناك نواقص، ولكن حنا في المغرب رئيس الدولة اللي هو الملك محمد السادس نصر الله كيقول بأنه كاين نواقص وكاين وخصنا نعالجوا هاد النواقص. باش نعالجوا هاد النواقص يعني خص دار لجنة ديال اللي أنه تعيد النظر في النموذج النووي اللي تاخذ أفكار جديدة واللي ممكن يساهموا فيها كل الطاقات المغربية، ماشي بالضرورة أحزاب سياسية ولكن كل الطاقات الفاعلة، سواء كانت أطور يعني عليا في إطار القطاع العام، في إطار القطاع الخاص، في إطار القطاع الخاص، فعاليات سياسية، فعاليات مدنية. هنا الملك يريد أن يشغل كافة الفئات في تحديد هذا النموذج الذي يريده المغرب. إذا حينما نجد ملكا مواطنا يعترف بهذا الشيء، ماذا علينا؟ علينا نحن كحزب سياسي خاصة بالنسبة لنا كحزب بعد ديمقراطي، مطلوب منا أنه أن نؤطر المواطن، أن نساير الخطاب الملكي، لأنه بكل موضوعية الملك خطابه متقدم كثيرا عن الأحزاب. فالمفروض أنه الأحزاب السياسية هي اللي كان خاصها تكون متقدمة، ولكن للأسف انشغالها بالانتخابات فقط، انشغالها فقط بالمصالح، انشغالها فقط بالذوات ديالها والصراعات الشخصية داخل الأحزاب، جعلها يعني كتنسى الدور اللي معطى ليها، الدعم الذي تعطيه الأحزاب السياسية، لماذا تعطيها الدعم؟
لان تعطيها الدعم باش يطرد المواطنين باش انه خصوصا الفئات ديال الشباب. فحاليا كنلقاو انه عزوف ديال الشباب في الممارسه السياسيه، كنلقاو انه هذا العزوف ديال الشباب ديال فئات معينه اللي كتعتبر راسها متعلمه ومتفهمه ومثقفه، ما كتمشيش لصاله الاقتراع، تعطي الفرصه للاخر، الاخر الذي يستغل هذا الفراغ، الاخر الذي يستغل عدم مشاركه الشباب. ولكن هاد الشباب باش يشاركوا خصهم يكون في الدارهم، هاد الشباب باش يشاركوا ماشي فقط للتأطير، خصهم تعطي لهم فرصه في الحياه العامه انهم يكونوا فاعلين فيها، يكونوا كيقروا فيها، وفي نفس الوقت تكون افاق ديال التنميه، افاق ديال الشغل، افاق فرص الشغل. هنا غنستغل هذا المنبر ونقول نتحدث على المنطقه الريف اللي انا واحد منها. الشباب 29% عاقله، 29% عندها افاق مسدوده ولا كتفكر غير في الهجره. اذا باش نديروا مصالحه حقيقيه مع الريف ماذا علينا؟ ماشي نعطوا لهم خطابات كاحزاب سياسيه او كحكومه، حكومه غايبه في الريف، تدخل ديال المنارة المتوسط كان باراده ملكيه، ما كانش بالحكومه، الملك هو اللي خلق المنارة المتوسطة، ومع ذلك الحكومة لم تكن فاعلة في ذلك، ما نفذتش البرامج، ما نفذتش المشاريع، وكان العقاب ديال سيدنا الله ينصرو للناس اللي مادا باش خدمتهم، ولكن مع ذلك حنايا كحزب العدالة الديمقراطي كنشوف بأنه المصالحة الحقيقية مع الريف لا يمكن أن تكون إلا بخلق مشاريع مندمجة، مشاريع ديال التنمية الحقيقية اللي غتخلق فرص الشغل، اللي غتخلق الشباب ديال الريف اللي كيعتزوا بالديمقراطية ديالهم، كيعتزوا بالملك ديالهم، يحسوها حقيقة ويشاركوا فيها ويفعلوا فيها.